في أعقاب 7 أكتوبر كانت حالة بنيامين نتنياهو المنتظر للمحاكمة كما هو معلوم حالة معنوية منهارة، وكان يتطلع إلى ما حصل وكأنها كارثة كبيرة وأن ما جرى سوف يؤدي به إلى الخراب، بعد أن كان يطمح لأن يكون ملك ملوك إسرائيل والخليفة الشرعي لديفيد بن غوريون، يعني هذه الآخرية اللي كانت عنده. مرت مرحلة طوفان الأقصى وألحقت به كثير من الخيبات، واستمر إلى أن بدأت المعركة والحرب في أيلول 2024 مع لبنان، الحرب المباشرة والواسعة، ما بكي ما حصل من 8 أكتوبر لا. استهداف سماحة السيد والمواقع القيادية، وحدة الرضوان وغيرها، خلقت نوع من فكرة النصر، فكرة الإنجازات الكبيرة التي حققها هو وفريقه بالكامل، وكان واضحا من خلال يعني لغة الجسد وحركاته ويعني وكيفية فرض نفسه وكأنه الحاكم الأوحد والبطل القومي الكيان الإسرائيلي. جاءت مسيرة لمس، ثم جاءت صواريخ اليوم، صواريخ الباليستية، وعزم وإصرار المقاتلين على الحدود من خلال المعارك التي تجري من مسافة صفر والتي تصل في بعض الأحيان إلى تعارك بالأيدي يبلي فيها مقاتلون بلاء رائعا، يعني تصل الى مرحله العراك بالايدي عم تكون على الحدود، الى هذه الدرجه عم تكون، يعني انت عم تحكي عن شباب عم يطلعوا من تحت الارض، عم ينزلوا عن الشجر في مواجهه مباشره، يبقى يقاتل الى ان تنفذ الذخيره ويستمر بالقتال بالايدي، ايده على رقبته الى ان تنتهي، ما في يعني موضوع منتهي. هذه الصوره البطوليه التي تتجسد على الأرض مع المسيرات ومع الصواريخ خلقت وستخلق وستوجد خلال الأيام المقبلة انكساراً سياسياً كبيراً في الداخل الإسرائيلي.